السلام عليكم خوتي اخواتاتي، لاباس عليكم؟ اموركم بخير، احوالكم جيده؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معايا في قناتي الطبخ مع خديجه. ونبداو كالعاده بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايوا البنات، غنحضروا معكم اليوم واحد غريبه ديال زمان، زوينه وبنينه وما تتمس. صراحه داكشي القديم هو اللي تيكون باقي فيه المذاق، تيكون زوين بزاف لا شكلا ولا حتى المذاق ديالو. غريبه ديال كاوكاو والكوك، تجي معلكه البنات من الداخل ومقرمشه من الخارج، تجي زوينه رائعه في المذاق ديالها. العشاق كاوكاو، حيت سبحان الله العظيم كاين اللي تيبغي كاوكاو بزاف وما تيبغيش اللوز، والاذواق تختلف، وكاين اللي عاوتاني تيبغي اللوز ما تيبغيش كاوكاو. نبداو بكاوكاو على بركه الله، تنحتاجو كاوكاو. حنوريكم البنات، خليت واحد شويه هنايا. هذا كاوكاو البلدي هو اللي تنستعمل البنات، هذا الحمر هذا صغيور، تيكون بنين وتيكون ميدوم فيه ليدام. وبالنسبه اللي بغات تستعمل شي كاوكاو اخر، كله تيمشي على حساب اش اللي عنده في الدار. بنادم تيبغي يقدي بداكشي اللي كاين في الدار، انا هذا هو اللي تنستعمل. تندخلو الفران سخون باش تحيد منه ديك الرطوبه ديال الكاوكاو، ماشي باش يتحمر البنات، ما تنحمروش، تندخلو تحيد منه هي الرطوبه ديال الكاوكاو. يلا تيبدا تيحيد لنا هي هاد القشره، ماشي تنديرو ماشي تنحمرو. هانتوما شفتو البنات، راه ما محمرش، تيبدا تيحيد لنا هي هاد القشره. صافي تنشدو البنات، تنطحنوه بقشرته، ما تنحيدوش ليه القشره، غير هو ما تنطحنوش وهو سخون، ما تنطحنو حتى تيبرد باش ما يجيناش معجن، حيت حنا بغينا الكاوكاو ديالنا يجينا هكا مفرفش، تيجي بحال شكل كسكسو شفتو هكا. هاد الشيء هو اللي غنحتاجو البنات في هاد الغريبه. نبداو بالمقادير على بركه الله. كنحتاجو نص كيلو نتاع كاوكاو، نص كيلو تاع كاوكاو مطحون على هاد الشكل هكا مهرمش. تنحتاجو جوج كؤوس ديال السكر كلاصي، انا البنات درت فيها السكر كلاصي حيت بغيتها معلكه، اللي تيبغيها مقرمشه اكثر ديال سنيده، انا بغيتها معلكه من الداخل. درت السكر كلاصي، جوج كؤوس العنبه ما يعادل 200 غرام ديال السكر، ساشي ديال السكر ما الزهر، انا تنستعمل هذا تيعجبني حيت الزهر تيتواتى بزاف مع الغريبه ديال الكاوكاو ولا تيجي زوين. تنستعمل هذا البنات حيت مذاقو زوين، اما تستعملوا الساشي، واللي عندها الروح ديال الزهر دير قطرات ديال روح الزهر. كاس ديال الكوك، الكوك المزيان البنات الا بغيتو حلوتكم تجي ناجحه 100%، الكوك المزيان واخا تيكون بيناتهم واحد شويه الفرق، ولكن من الاحسن ديري حاجه مزيانه تيكون الكوك البنات المزيان بيض، شتو تيكون بيض. هذاك الكوك اللي تيكون ما زوينش ما تصدقش به الحلوه، تيكون مايل الصفوره واحد شويه وتيكون حرش حرش وغليظ. هذا لا البنات، ها هو شتو تيجي هكا بيض وتيجي رقيق وميدوم، ملي تتقيسي هكا تيبقى لك ليدام سبحان الله العظيم، وتيعطي واحد الريحه زوينه، الريحه ديال الكوك تيعطينا فيهم. تنحتاج 100 غرام ما يعادل كاس ديال العنبه الكوك المزيان، تنحتاج كاس ما بين الزيت والزبده، نص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. تنحتاج 3 المعالق ديال مربى الحلوه، هي الكوفيتير ديال الحلوه العادي، وجوج المعالق ديال الكاكاو. تنحتاج انا جوج ساشيات نتا خميره الحلوه ما يعادل 8 غرام، في الساشيات يكونوا هنا عندنا 16 غرام، جوج ساشيات يعطونا 16 غرام ديال الخميره الحلوه. تنحتاجو 3 البيضات، وتنشوفوا على حساب الخليط شحال هز لينا نتاع البيض. وهنايا البنات عندي سكر كلاصي سبيسيال التفناد، الحلوه اي غريبه البنات مفنده في سكر كلاصي، نصيحه هادي انكم خصكم ديروا ليها سكر كلاصي سبيسيال اللي تيتباع في ساشياك، وتيتباع حتى عند مالي الحلوه بالكيلو نفس الثمن، بحال ثمن محلول بحال ثمن الساشيه. ومن الاحسن تاخذوا الساشيه حتى تعرفوا تيبان لكم انه ها هو شو سكر سبيسيال. هذا البنات هو اللي ماشي بالضبط هذه الماركه ولا، المهم يكون سكر كلاصي سبيسيال باش يجينا البنات لاصق في الحلوه، ما تيذوبش على ملي تندخلو للفران، وحتى ما تيتحرقش لينا، تيجينا كي تنحطو الحلوه كي تتبقى لينا تيجي غزال. هذا البنات هو باش يصدق لكم تيبقى لكم مده طويله، حتى ماشي هذاك بحال تيميه واحد شويه بحال، اما انا في العجينه دايره سكر كلاصي عادي، وفي التفنات درت سكر كلاصي سبيسيال. انتما تشوفوا معايا البنات، نبداو على بركه الله.
نبداو على بركه الله. تنحطو كاوكاو، تنضيفو ليه الكوك، تنخلطو النواشي في كل هي البنت هي الاولى، نضيفو السكر. راه ما تجيش حلوه بزاف، راه تجي هي هذيك. واخا تشوفوني درت الكوفيتير ودرت، تجي هي هذيك في الحلاوه، ولا باين نقص الحلاوه ديك الساعه كلها تيشوفوا الذوق اللي تيوالمو. صافي نخلطو مزيان، نضيفو الكاكاو والخميره الحلوه حتى هي، نخلطو النواشف مزيان حتى تخلط لينا مع بعضياتها. تنفضل البنات انا الحلوه نخدمها الصراحه بيديا باش تتحكمي فيها وتتعرفي حتى القياس. الحاجه اللي درتيها سبحان الله تحت يديك تتعرفي القياس فين وصلات، شحال واش جاريه ولا قاسحه. بغيتي ندير شي حاجه تحت الاناء؟ صافي هو تخلط ليا الخليط، تنضيف عليه الكوفيتير. نضيف عليه الزيت والزبده، تيبان لكم البنات انا ملي تضيفوا الزيت والزبده تيبان لكم صافي راه تقولوا ما محتاج، ولكن هو اللي راه تيشرب. مازال غنخليوها تشرب باش ما تجيناش حارشه وتجي سايحه وتجي زوينه، راه المذاق ديالها تيجي رائع البنات. بسم الله نديرو البيض في شي زليفه باش نشوفو. نضيفو البيضة الأولى، نزيدو الثانية، و تنزيدو الثانية البنات، تنخلطو حتى تنشوف. ضروري من هذيك الثالثه البنات غنضيفوها. كنخلطو مزيان دابا، تنسجم من جميع العناصر. نتوما دابا البنات تتبان لكم خفيفه شتو، صعيب باش تكور دابا، ولكن الا خليناها تشرب تتعلك هذاك كاوكاو حتى داك الكوك تيشرب سبحان الله العظيم، تتعلك وتتسهل معنا باش نكوروها. هاي شتو، حيت الا خليناها ناشفه من الاول ما خليناهاش تشرب وما عطيناهاش البيض بزاف، مثلا شفناها صافي ونخافو نقولو لا صافي تجينا محرشه من الداخل ما تجيناش معلكه وتجي قاصحه سبحان الله العظيم. ها نتوما شفتوها البنات بحال هكا، انا غنخليها في الجنب تشرب ونرجع نشكلها معكم البنات. ونبداو على بركه الله البنات، ها هي الغريبه ديالنا، هي راه واخا تجي تتلصق في اليد ماشي مشكله، تنتساعدو معاها ولا تنديرو هنا زليفه شفتو فيها شويه ديال ما زهر، تندهنو يدينا ونبقاو. من الاحسن البنات الغريبه ما تجيش كبيره بزاف مشتته وما تجيش صغيره، ما تجيش زوينه الغريبه، خاصها تكون مويانه في هذا القياس البنات شفتو. ونديروها في السكر كلاصي،
ديروا في هذا القياس البنات. من الاحسن تشدوا عباركم في يديكم، حيت الا بقيتوا غاديين بالميزان الخدمه مثلا اللي بيديروا في ساعه تصدقوا دايرينها في ساعتين. اللهم تعلموا البنات تشدوا عباركم في يديكم هكا في نفس القياس. ونبقى انا حيت ما يمكنش لي ندير يديا هنا ونعاود ندير يديا في سكوار كلاصي، نبقى البنات حتى نكمل الخليط ديالي كله هو كويرات ونرجع معكم ان شاء الله. هما البنات من بعد ما كملت الكويرات ديالنا تنديرهم في السكر كلاصي، تنديرهم بحال هذا الشكل هكا، تنديروا طاوله الفرن تنحاولوا نفرشوا فيها القاعد ديال الزبده باش ما يتحكش لنا هذا السكر، تنحاولوا نديروا هكا ونديروا شي شويه من الفوق باش ما يطيحش. بسم الله على هذا الشكل هكا نعاود معكم. هو البنات راه تنحاولوا نضغط عليه هكا، نحاولوا الطاوه ملي نكونوا داينها على الفران ولا نكون تنجبدوها من الفران من التحت ولا شي حاجه، ما نحاولوا ما تبقاش الطريطه ناحيه هذاك السكر تيطير، فهمتوا كيفاش؟ تبقى تحرك مثلا هكا بزاف هذاك السكر تيطير تيطيح في الطاوه، ما تيبقاش لاصق لينا على لوجه ديال الحلوه ديالنا. وتندخلوها تنكونوا مسخنين الفران، مسخنينو مزيان وتندخلو على التحت، عاد تنضعفو الفران يكون زايد شوي على الكيكة، شوي هي شوي ماشي بزاف البنات، يكون زايد واحد شوية على الكيكة صافي، حتى تتفرقع لنا تتبان تفرقعات لنا من التحت صافي، ونطلعوها للفوق. طيب ما تنخليوهاش البنات بزاف في الفراير، فرمش عين هي هادي ماشي زعما شي حاجة تتشدنا الوقت بزاف ولا فرمش عين تتوجد، تنخليوها الفوق هي دغيا تشد هي راسها واحد شويه توقف وصافي تنخرجوها. انا نكمل الغريبه ديال البنات ونتلاقى معكم من بعد ما ندخلها الفران ان شاء الله. هذه هي الطاوه ديال الغريبه البنات، من بعد ما طيبناها من التحت شتها حتى تشققات على هذا الشكل هكا وطلعناها الفوق شدات هي راسها واحد شويه شرا دغيا فرمش عين تطيب. ها نسمعوا القرمشه تجي هكا من الفوق مقرمشه شتوها، ولكن من الوسط شنو نقول لكم يا بنات، هانتوما شتوها راه زوينه بزاف، شو تجي غزاله. ها هي البنات الغريبه ديالنا، غير هي واحد النصيحه ملي تخرجوها من الفران ما خصناش نقيسوها نهائيا في الطاوه، حيت تكون باقي دايره باقي سخونه تتفرتت دغيا، نخليوها واحد شويه غير تدفى واحد شويه عاد ديك الساعه نهزوها، ولا بنحتفظوا بها البنات ما تنديروش وحده فوق وحده باش لوجه ديالها خصو يجي يبقى هكا، الا درنا وحده فوق وحده مع المده لوجه ديالها ما تيبقاش عاد المنظر زوين، تنفرقوا دائما بيناتهم بقاعده الزبده باش تبقى دائما طريه وزوينه، وراه تتبقى البنات هي الا حتى في الطبيعه مزيان بوطه محكمه الاغلاق تتبقى لك حتى لمده من 20 يوم حتى لشهر وهي عندك في الدار. ولا عجبكم غريبه كوكو الكوك اليوم اللي حضرت معكم، نتمنى تحطوا لايك وشي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم، وشكرا الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.